أنت لست بابا للشهوة، أنت لست خادمة للطهي والتنظيف، أنت لست ذات الكيد العظيم، أنت لست البلوة والفضيحة والعورة التي يريدون الخلاص منها، بل أنت الأم والأخت والصديقة، أنت الزوجة والابنة، أنت الحبيبة، أنت التي سمع الله قولك من فوق 7 سماوات حينما كنت تجادلين الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت التي برأك الله من فوق 7 سماوات، أنت بسببك أنزلت فرائض وسنن وأحكام وتشاريع دينية وإسلامية، أنت التي تربين النصف الآخر من المجتمع، وأنت النصف الآخر، إذن فأنت كل المجتمع، أنت الحياة، أنت الثروة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال، معاكم هنا عبد الفتاح في أولى حلقات برنامجنا أنت ثروة. النهارده معانا ضيوف جمال، وهنتكلم عن، ودي معذرة يعني ان احنا بنبدأ أولى حلقاتنا بالكلام عن الست النكدية، ولكن هدف البرنامج ان احنا هنجيب مشكلة تخص النساء وهنحط في آخر الحلقة بإذن الله حل المشكلة دي. معانا ضيوف جمال هنتعرف عليهم، دكتورة رحاب رمضان أخصائي صحة نفسية وسلوك، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة ودكتورة رحاب، نورتينا النهاردة في أولى برنامج حلقات أنت ثروة. ومعانا أستاذة رحاب علي المحامية، أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة رحاب. هبدأ مع دكتورة رحاب، بما إن حضرتك أخصائية صحة نفسية، فالست النكدية اللي دايما بيرموا عليها النكد وإن هي السبب في البيت في النكد، مش بس كده يعني دايما اي مسؤوليه او اي مشكله او اي خطا في البيت على طول يعني بنحمله للست، فعايزين مبدئيا نعرف ايه هو النكد ومن هو الزوج النكدي والزوجه النكديه. الاول الست مش نكديه لوحدها، والنكد شعور متبادل، يعني هي الست مش هتبقى نكديه الا لو كان ده رد فعل لفعل ناتج من الزوج. والنكد هو يعني شعور بيأثر على مزاج الست، فبالتالي بيأثر على رد فعلها في تربية أطفالها، في بيتها، في حياتها في العموم. الزوج النكدي هو الزوج اللي دايما متعصب على كل حاجة، بيزعق، مش عاجبه حاجة من اللي بتعملها مراته، فبالتالي ده بيأثر عليها بشكل عام، فبالتالي هو بيتهمها دايما انها ست نكدية. بس بيكون النكد ده ناتج من رد فعل. لا، ما احنا هنتكلم عن اسباب النكد كتير، بس يعني انا عايزه النكد في حد ذاته معرفته ايه؟ هو الكآبه، هو التكشيره، ولا النكد شعور متبادل؟ بمعنى يعني ازاي شعور متبادل؟ ازاي اقول عليك ان انت نكديه؟ تقولي عليا ان انا نكديه ان انا اول ما اشوفك هزعق، هتعصب، هبقى مكشره في وشك، مش هضحك. احنا دايما بنتهم الست في ان هي ما بتستقبلش جوزها بابتسامه، فبالتالي دايما بنسميها ست كشريه نكديه، فاحنا دايما بنتهمها رغم ان هو ما احنا برضو عايزين نعرف اسباب ان يعني التعامل بالطريقه دي بيبقى ايه. يعني ما هو برضو ما الست بتبقى عامله زيها زي الرجل دلوقتي، بالزبط. وبتشارك في مصاريف البيت زيها زي الرجل دلوقتي، بالزبط. بل وبالعكس بيبقى كل حمل البيت عليها، من تنظيف، من مسؤولية الولاد، من بالزبط. تربيتهم، من مذاكرتهم، من ان هم يروحوا المدرسة، من هي تتحمل مسؤولية المدرسة، حاجات كتير جدا. فهل كل الحالات دي او الحاجات دي او المسؤوليات الكتيرة دي هي اللي بتجعل المرأة نكدية؟ هنعرف كل ده، بس خليني برضو ارجع لأستاذة رحاب. أستاذة رحاب حضرتك محامية، وما انا مش عارفه انا كده هتلخبط بينكم رحاب ورحاب. استاذة رحاب حضرتك محامية، وحضرتك طبعا بتروح المحاكم، ويمكن شايفة القضايا الأسرية أسبابها بتبقى إيه؟ القضايا الأسرية احنا عارفين إن في نسبة طلاق كتيرة ونسبة خلع كتيرة، لدرجة، بس الحمد لله الكلام ده كان قبل كورونا على ما أعتقد برضو. ودي من الإيجابيات بجد اللي كورونا يعني أظهرتها، إن نسب الطلاق قلت في المحاكم، يمكن بسبب برضو إن هي أغلقت، ويمكن بسبب إن دلوقتي أصبح في نقول وقت من التفاهم والمناقشة في البيت. ومع ان انا كشخصيا يعني مش شايفه كده، يعني انا والله دي حاجه هتحددها، ولكن نسب الطلاق قلت بكتير عن الاول قبل كورونا، كانت تقريبا 6 حالات طلاق كل دقيقتين كل 3 دقائق، صح ولا ايه؟ بالظبط. طيب اسباب الطلاق والخلع والحاجات دي كلها ايه؟ هو انا يعني كنت بشوف مشاكل، يعني مثلا بتبقى اسباب الطلاق المشاكل، يعني
مثلا يعني في ناس اكيد الناس دي اللي رايحين يتطلقوا رايحين يتطلقوا عشان ايه؟ بتبقى في مشاكل بينهم يعني المشاكل بتبقى ايه؟ ايوه يعني عدم تفاهم بيضربها حاجات بتبقى زي كده، ما فيش تفاهم ما بينهم يعني، ما فيش لغه حوار اصلا، المناقشات كلها بتبقى زعيق، مش بيستقبل مثلا الكلام، وبرده بتبقى يعني ساعات بتبقى برده في مشاكل من ناحيه الستات برده. انا لما اجي اتكلم عن الاسلام وكيف كرم الاسلام المراه ماشي، فهنجد في مواقف كتير للرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته بتبين انه مفيش حاجه اسمها نكد. هو في مشاكل موجوده، المشاكل حتى على ايام الرسول كان في مشاكل كتيره، ويمكن في زوجه من زوجات الرسول يعني حتى لم يدخل بها، اول ما تزوجها ودخل عليها وقالت اعوذ بالله منك وقال ارجعي الى اهلك. فيعني دي بدايه، انا عايزه اقول هنا الست هي تحدثت بألفاظ مسيئة للرسول، وده الرسول صلى الله عليه وسلم، فأول ما شافته استعاذت بالله، انت بتستعذي بالله من مين؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم. فتخيل هي أصلا بدايتها كانت نكد فطلقها مباشرة. في عندك حالات طلاق زي كده؟ هي بتبقى في يعني في ناس مثلا فعلا بيستقبلوا أزواجهم بطريقة يعني اول ما بيدخلوا بيبتدوا يقولوا لهم يعني مشاكل زعيق ويعني خناقات على اتفه حاجات، دايما ما بتبقاش مستحمله مثلا ان يتكلم معاها، كل مناقشه بيتناقشوها زعيق يعني رده فعلها احيانا بتكون مش كويسه. طيب يعني هو في مشاكل كتير وفي حاجات كتير قوي. لما ارجع لاستاذه او دكتوره رحاب دكتوره رحاب، يعني برضو انا عايزه اعرف اسباب النكد في البيت بتبقى ايه؟ والله هي اسباب النكد كتير، يعني وارد ان سبب النكد ده يبقى حاجه تافهه جدا، زي ما هرجع لحضرتك قلتيه في الاول ان وارد ان تكون الست مرأة عامله برضو، فطبيعي هي راجعه من شغلها، هو راجع من شغله، هي راجعه من شغلها، هي مستنيها في البيت حاجات اكتر منه بكتير، مستنيها بيت، مستنيها اولاد، مستنيها تعمل اكل، مستنيها حاجات كتير، فبالتالي هي بتبقى زي ما احنا بنسميها كده اللي هو هي خلاص عليها ضغوط كتير، فمش قادره، هو بيجي كمان فبتصدق بقى تنفجر في هنا بقى كيف يتعامل الزوج مع زوجته اللي هو بيقول عليها ست نكديه. ولكن احنا معانا فاصل، هنطلع نشوف كده فيديو قصير ونرجع لكم، ويمكن الفيديو ده بس طيب خلينا نشوف الفيديو ونرجع نتحدث عنه. بنوع من السجع أو الشعر روى الإمام أحمد بن حنبلي في المسند الموثق المسلسلي عن أمنا عائشة الصديقة قالت، وكل قولها حقيقة: أكثرت للنبي في الكلام، لا بد في الزواج من خصامي، وصرت بعد كلما دعاني أعرضت حتى لم يعد يراني، وطال هجري والنبي صابر، يهفو له قلبي ولا يكابر، فقال: مهلا أم عبد الله، الصلح خير من خصام واهي، لا بد من شخص يكون حكما، يرضى كلانا حكمه ويلزما. قال: هل ترضين ما يقضي عمر؟ قالت: معاذ الله، بل أرضى القدر. قال: فهل أدعو إذن عثمانا؟ قالت: وما يدريه ماذا كان. فهل أدعو إذن عليا؟ قالت: أعوذ إن تك تقيا. فهل أبو بكر يحل المشكلة؟ قالت: نعم أبي لكل معضلة. فأرسل المختار للصديق: تعال يا ملاذ يوم الضيق. وجلس المختار للتحكيم، وجلس كالخصم والخصيم، وبدأ النبي يحكي ما حصل مبينا أسباب ذلك الزعل. فقامت الفتاة في هياج قائلة: أعرض عن اللجاج، وقل صوابا، واتق الخلاق، واحذر، فإني أكره الشقاق. فدهش الصديق مما سمع، واصفر لون الوجه منه فزع، ولطم الفتاة باليمين، وقال: يا قليلة اليقين، لمثله يقال قل صوابا؟ أيكذب المختار إن أجاب؟ وهم أن يبطش بالصبية، فاتخذت ظهر النبي حمية، فأمسك المختار كف صاحبه، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، فأمسك المختار كف صاحبه مستشفعاً يرجوه لين جانبه: أقسمت بالله عليك جاهدا، دعها فإن كنت فيها شاهدا، واترك لنا أمر الخصام بيننا، نقضيه صلحا تحت سقف بيتنا. فلم يزل به إلى أن خرج من حيث كان قبل ذلك ولجا، فعاد يدعوها إلى الوفاق،
فانتبذت منه على شقاقي. فابتسم النبي ثم قال: سبحان من يغير الأحوال، قد كان ظهري حصنك الحصينة، والآن أدعوك فلا ترضينا. ولم يزل يكرر المداعبة ملاطفا حتى أتته تائبة. قال أبو بكر: أتيت بعدها رأيته يأكل من خبز يدها، كلاهما في غاية السرور والأنس والحنان والحبور. فأدركتني لهفة المغبون، وقلت والعتاب في عيوني، ألم أكن دعيت في الخصام؟ فكيف لا أدعى إلى الطعام؟ فنظر النبي للصديق وضحك، فنظر النبي للصديقة وضحكا لروحه الرقيقة، وقال: أهلا سيد القضاة ومصلح الأزواج والزوجات، أنت لنا في الحرب والسلام رفيق صدق البدء والختام. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. يعني شايفين الجمال، شايفين الجمال في التعامل. هي يعني انا هقولها بالعاميه كده، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتشاجر مع السيده عائشه، فهي طلب الرسول ان يحكم بعض الصحابه منهم علي وعثمان، فهي رفضت وقعدت تقول في كل حاجه كده مشكله ازاي وكده. ففي الاخر قال لها: طب ايه رايك في ابو بكر؟ فقالت له: طيب. هي بقى فرحت، ده ابويا، ده اللي هيجي في صفي، ده اللي هيدافع عني، ده اللي انا هحتمي فيه، ده اللي هياخد لي حقي بقى من زوجي، ده اللي ممكن يضرب لي زوجي. فراحت قالت: تمام، ده بابايا، هاتوا يعني حكم بينا. فلما جه ابو بكر طبعا يعني ده اللي هترفع صوتك فوقه، انه رسول الله، كيف ترفعين صوتك فوق رسول الله؟ فايه هم ان يضربها. فراحت مستخبيه ورا ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول جعل يحيل بينها وبين ابيها، يعني بيفض الخناقه كده، بيفض الشجار. وفي الاخر بعد ما مشي ابو بكر، قعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقولها كل شويه: ايه، شفتي يا عائشة، أنا ما رضيتش أخلي أبيك يضربك، يعني فيما معناه شفتي أنا فضلت حلو بينك وبين الرجل اللي هو أبوها. فالله على الجمال شوية. فلما جيت أنا مرة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدة عائشة يضحكان يعني وبيلعبان، فراح دخل وقال لهم: إيه، شاركتماني في حربكما، فلما لا تشاركاني في سلمكما؟ يعني انا جيت لما كان في بينكم حرب، ليه ما دعوتنيش لما كان في بينكم صلح؟ فيعني موقف ما يعني ما اكثره من جمال، بيحكي بقى كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجته اللي ممكن كنا قلنا عليها نكديه، وكيف تعاملت السيده عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها مع بيها، وكيف ارتضت به حكما، يعني ارادت ان يكون في صفها، ولكن يعني ابو بكر طبعا كان في صف الرسول صلى الله عليه وسلم. يمكن في مواقف كتير جدا من السيده عائشه جميله جدا، كنا لو احنا في العصر الحالي لو الموقف ده حصل مع زوجه من الزوجات، لا ازاي كانت ممكن تطلق فيها. ويمكن من المواقف دي موقف ان السيده عائشه غارت من ان الرسول لقيته قاعد مع بعض من الصحابه، وان كان عند احد، هي فكرت ان يعني راح لاحد زوجاته، ولكن تقريبا كان في مشكله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يحلها مع احد زوجاته. فلما علمت بذلك وكان قاعد مع الصحابه، فيعني كان في نقول قصعه اكل كده او ماء، فراحت قدام الصحابه راحت ضربها برجليها، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان قال: ايه، لقد غارت امكما، لو حد من دلوقتي كان قام ضربها علقه يعني كويسه جدا. بس الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيراعي حاجات كتير. اولا السيدة عائشة كانت دي اصغر امهات المؤمنين، وكانت دلوعة الرسول، لدرجة ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان دايما بيصغر من اسمها يا عائش ويا حميراء، وحميراء علشان كانت السيدة عائشة يعني شديدة احمرار الوجه. يمكن موقف تاني، يعني تخيلوا معايا كده لما تبقى زوجة في موقف عظيم ورايحين حرب او جايين من حرب، وبعدين العقد بتاعها يقع، فتروح السيدة عائشة تصر ان الرسول: لا، احنا مش هنمشي غير لما ادور على العقد بتاعي واجيبه قبل ما امشي. فراح الرسول نزل بنفسه يعني يدور معاها على العقد، راح كمان الصحابة كلهم والموقف كان خلاص ماشي يعني، رجعوا، وبعض الصحابة اخذوا يبحثوا مع الرسول عن العقد. جه سيدنا ابو بكر طبعا اللي بتعمله ده، وجاي قارصها كده، يعني انت تعبت القوم، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ فراح الرسول صلى الله عليه وسلم يعني انتظر ولحد ما وجدت العقد. ويمكن الصحابه شك عليهم في الوقت ده، هم عايزين يصلوا واللي عايز يغتسل، طب اين الماء؟ ما كانش في ماء لان هم كانوا في حرب، فهيجيبوا ماء منين؟ وممكن هم يباتوا لتاني يوم في الوقت ده،
طب انت دلوقتي هتشق عليهم هما مش معاهم، وده كان سبب يعني غضب ابو بكر الصديق من السيده عائشه، وبسبب السيده عائشه راحت انزلت ايات التيمم في هذا الموقف. شايفين بقى عظمه الموقف. لما اجي اتكلم عن موقف بقى الصحابه، فيعني السيده هي اللي كانت بتجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع الله حديثها ومجادلتها للرسول صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، وبعدين يروح الرسول يعني يرجعها يقول لها يعني طب روحي يمكن انت تطيق العيش معاه، وهي السيده خويلده بنت ثعلبه لما ارادت ان تترك زوجها، فبعدين لا ترجع تاني وتقول له لا انا مش قادره اعيش معاه. يعني هي كانت بتقول ان هي مش قادره اتحمل الغضب معاه، انا ممكن اشتمه وسط الصحابه، انا ممكن اعايره بفقره بحاجات كتير، لحد برضه ما انزلت بسببها يعني بعض الايات التي سمحت لامه وشرعت لامه باكملها وسنت الخلع. ففي مواقف كتير وحاجات كتير يعني للصحابه وللسيدات ولزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بتبين قد ايه ان ما فيش حاجه في الاسلام اسمها نكد، ولكن في مشكله والمفروض ان احنا نعالجها. هرجع لضيوفي الكرام. طيب انا معايا اتصال قبل ما نكمل حديثنا. مين طيب يا استاذ محمد؟ معايا الشيخ خالد زكي. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك يا شيخ خالد. اهلا اهلا وسهلا استاذ هانا، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يبارك في حضرتك. انا سعيده باتصال حضرتك، ودي اول حلقه من برنامج انت ثروه، وزي يمكن حضرتك ما كنت سامعني ان احنا كنا بنتحدث عن ان الست النكديه وان ما فيش حاجه اسمها نكد في الاسلام، ولكن في مشكله. فحضرتك كلمني بقى بشكل اوضح عن مواقف الرسول او مواقف امهات المؤمنين مع الرسول، هل كان فيهم ما يسمى بنكديات؟ طبعا الاول طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والف الف مبروك على البرنامج ان شاء الله. الله يبارك فيه، ربنا يبارك فيك، فتح وبركه باذن الله عز وجل. طبعا لو تكلمنا عن النكد يعني في الحياه الزوجيه، تمام، ان هي يعني دائما ما يلصق بالزوجة في الغالب، يعني الناس بعض الناس يعتقد او هو ممكن يكون ده فعلا واقع في الغالب، لكن هذا لا يمنع ان يكون للزوج برضه منه نصيب. تمام. على كل لابد من معالجة النكد عند كل من الزوجين. يعني سواء كنا هنقول ان الزوجة هي اللي نكدية او هي اللي بتصطنع النكد. طبعا النكد بمصطلحاته وبمفهومه، اصل هو ايه مصطلح النكد؟ النكد بكل معانيه، اللي هو مثلا افتعال المشاكل، الكآبة، عدم الاهتمام، الوجه العبوس، الوجه الغاضب، ان هي ما بتقابلنيش، مش عارف بتعمل ايه. نفس الكلام برضه هي بالنسبه للزوج. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى لو جينا تأملنا القرآن، فهو القرآن ده حياتنا، هو اللي احنا بنستمد منه قوتنا. ربنا قال ايه مخاطبا الرجال؟ قال وعاشروهن بالمعروف. فزي ما ربنا امر ان احنا نعاشر النساء بالمعروف، كذلك النساء يعاشرون الرجال بالمعروف. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. فالزواج استاذ هنا موده، رحمه، سكن، تمام، كما قال الله عز وجل ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. السكن والموده والرحمه، المعاني دي معاني رائعه ماتعه. يعني لو كل من لازم كل زوج وزوجة يقعدوا كده مع بعض، حتى في فترة احنا ليه بنقول فترة الخطوبة لازم تكون فترة كافية، لا بنقول تكون شهر ولا تكون سنتين 3 سنين لو ما كانش في مانع. برضو من الأسباب لو جينا نبحث في النسب الطلاق في الإحصائيات الموجودة، إن فعلا إن معظم حالات الطلاق بيكون فترة الخطوبة اللي المفروض يكون فيها تفاهم بين الزوج والزوجة بالضوابط الشرعية بتكون فترة قليلة، شهر، شهرين، يومين، 3. طبعا هو مش حرام، بس الأفضل إن يكون في مساحة عشان يعرف كل منهم إيه. فلو حضرتك مش عارف كنتوا بتتكلموا عن أسباب النكد تقريبا. بالفعل. وكنتوا وذكرتوا حضرتك والضيوف الكرام العصبية. برضه دي بتنتج من سواء من تصرفات الزوجة، سواء من تصرفات الزوج، سواء ده زي ما الأستاذة قالت إن ممكن يكون ناتج عن رد فعل للزوج أو الزوجة. يعني هو مش بيكون خلق افتعال مشاكله بس، بيكون واقع، لكن ساعات برضو بعض الحالات بيكون افتعال. لذلك سئل بعض الحكماء من الحكم الجميلة جدا، سئل قيل له من العاقل؟ من أعقل واحد؟
عارفة قالي حضرتك؟ قال قيل له من العاقل؟ قال الفاطن المتغافل. اللي هو بيعدي حاجات بمزاجه، الحاجات التافهة اللي هي يعني إن صح التعبير حاجات لا يصح إن احنا نقف عندها في الحياة الزوجية، فالنكد بينشأ من الحاجات دي. تمام. نضف إلى ذلك عدم مراقبة الزوجة أو الزوج لله سبحانه وتعالى. يعني لو ما فيش مراقبة لله عز وجل هنا بيأتي الإيه؟ الافتعال، المشاكل، هو عملني، هو عمل كذا، هو اللي عاوز يعمل. حرص الزوج أو الزوجة على افتعال المشاكل أو على افتعال الخلاف والتشاجر ده من ضمن أسباب النكد، أو من ضمن الأسباب اللي بيكون أولها أول طريقها النكد. تمام؟ تعامل المرأة في البيت بصورة برضو دي من الأسباب اللي ذكرها بعض أهل العلم أو ذكرتها المواقف سواء من أيام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أذكر لحضرتك موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة، لأن كانت أكثر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة. تمام؟ لها مرويات كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أمنا. رضي الله عنها. إزاي خرجت من موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بيكلمها بأسلوب، لما القصة سريعا عشان وقت حضراتكم، يعني السيدة عائشة بتقول لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل فدخل لها نايمة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بزوجته، النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله وكان يخدم أهله وكان قمة في الرحمة والتواضع معهم صلى الله عليه وسلم. فلما دخل لها نايمة ما حبش يزعجها، فعمل إيه؟ شوف رداء، فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه، عند رجليه، وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، فاضطجع يعني دخل ينام بالراحة خالص. فما فيش شوية كده وخلاص حس إن السيدة عائشة راحت في النوم يعني زي ما بنقول. فلم يلبث إلا ريثما ظن أني قد رقدت، السيدة عائشة هي اللي بتحكي بيقول حس إن أنا فعلا رحت في النوم، فأخذ رداءه رويدا رويدا، قام من النوم وانتعل، لبس الرداء، لبس النعل رويدا رويدا، وفتح الباب يعني بالراحة بالراحة يعني عشان ما يزعجهاش، وفتح الباب رويدا رويدا فخرج. فطبعا هي قالت إيه؟ دي ليلتي، هيروح لمين؟ الغيرة بقى. تمام؟ ثم أجافه رويدا رويدا، قالت فجعلت درعي في رأسي واختمرته، لبست وتقنعت إزاري، ثم انطلقت على إسري، خرجت وراه. عايز تشوفه رايح فين؟ سبحان الله. شوف عشان نتعلم بس الدرس في الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم رايح فين؟ قالت السيدة عائشة بتقول حتى جاء البقيع، مقابر، مقابر البقيع مدفون فيها بعض الصحابة. فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات وبيدعو يعني. نهاية القصة. قال المهم يعني انحرف، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فضل يمشي فجريت، جري فجري، هو حس إن في حد وراه. فلما دخلت دخلت بسرعة ونامت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وراها، فشاف إن هي بتنهك كده من كتر الجري. فقال لها يا عائش حش يا رابية، يعني في حاجة؟ فقالت لا شيء. قال لا تخبرينني أو لا يخبرني اللطيف الخبير، هتقولي لي ولا ينزل الوحي؟ يمكن كانت للسيدة عائشة مواقف كتير وقصص كتير مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويمكن هي علمت أمة من النساء أعظم تعليم. أشكرك فضيلة الشيخ خالد زكي من علماء وزارة الأوقاف، يعني نورت بجد برنامج أنت ثروة، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ألف شكر لحضرتك يا فندم على المداخلة التلفونية الرائعة دي، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. هرجع لضيوفي تاني، ويعني شفنا موقف كتير للسيدة عائشة مع الرسول، يمكن لو هي في هذا الزمن كنا قلنا عليها نكدية، ولكن الرسول كان بيعالج الموقف نفسه. فاللي بيحصل، أنا عايزة أعرف برضو، احنا تكلمنا عن الزوج يعني أسباب النكد في الحياة الأسرية والحياة الزوجية، فأنا عايزة أعرف هل في ست نكدية من الأول بطبيعتها يعني، هل ولا ده بيبقى مستجد يعني في قبل؟ يعني دايما زي ما احنا شايفين إن بيبقى في وعود كتير قبل الزواج وأحلام كتير وردية، وإنه ممكن يكون الزوج بيقول لزوجته يعني هعمل وأعمل وأعمل وأعمل، وتكتشف أو تنخدع بعد الزواج إن مفيش أي حاجة خالص اتعملت. بالظبط. إيه ده؟ فبالتالي بيبقى رد يعني فعلها عنيف معاه، انت خدعتني، خاصة بقى بعد كده لما بيبقى في أولاد، انت خدعتني، انت ضيعت عمري، انت ضيعت مستقبلي، انت وانت وانت. فهل في ست قبل الزواج من قبل الزواج نكدية بطبعها، ولا ده بيبقى مستجد بعد الزواج؟ هو مش هنقول مفيش حد مش نكدي بالفطرة، بس طبيعي بيبقى في ناس بسبب النشأة بتبقاش عندها شوية مشاكل كده بتخليها
عارفه زي ما هقول لحضرتك كده، زي ما احنا بنسميه الشخص اللي بيدور على المشاكل، اللي هو ممكن نبقى في مكان لطيف والجو حلو ومفيش اي حاجه، بس الشخص ده يدور على حاجه تضايقه، يعني حتى لو حاجه صغيره. فبالتالي الشخصيه دي في الست بتستنى ردود افعال للراجل، ممكن تبقى حاجات تافهه قوي زي ما قالت استاذه رحاب، بتبقى ردود افعال بسيطه ومشاكل تافهه جدا، ممكن المشاكل التافهه دي تكبر وتؤدي بقى للخلع وتؤدي لمشاكل كبيره احنا بغنى عنها طبعا. طيب عايز اعرف برضو تاثير النكد على مش بس الحياه الاسريه، على تربيه الابناء ونشاتهم بتكون ازاي؟ هو النكد طبيعي بيأثر على تربية الأطفال، النكد بيأثر على الطفل من وهو في بطن مامته أثناء الحمل. الأم بمعنى هو لما يعني أنا عايزة أفهم بس، الأم العصبية لما خلف وأنا يعني بيبقى في مشاكل أو نكد قبل الولادة، الطفل بيطلع وهو صغنن، أعرف إزاي إن هو تأثر بالنكد اللي كان موجود؟ والله هي دي بترجع لمشاكل نفسية في الطفل، بتبان بمجرد ما الطفل يبتدي يبقى عنده مثلاً إدراك كده. بتبتدي تبان بمجرد ما تلاقي حضرتك الطفل عنده إدراك مثلا، بنبتدي بقى احنا نلاحظها في مشاكل بنعاني منها في الجيل ده كتير قوي، زي مشاكل التوحد، الأطفال عندها فرط حركة، الأطفال العدوانية. ما هو طبيعي انت حضرتك بتبصي تلاقي الطفل مثلا سنتين ثلاث سنين وتلاقي الطفل عدواني جدا، تلاقيه طوي، تلاقيه مشاكل توحد، الفترة دي بنعاني منها كتير جدا، وظاهرة غريبة شوية ان احنا بقى انا بحس ان في اطفال فعلا تحس ان هم مجرمين، يعني ايه ده طفل صغنن لكن ما فيهوش براءة. مش فاهمة، هو حضرتك الطفل بينشأ يلاقي الاب والام على طول بيتخانقوا على طول بيزعقوا، وطبعا احنا عارفين ان الطفل في الوقت ده مش دايما كل الاطفال بيبقى عندها رد فعل. طيب انا اتكلمت على النكد واتكلمت على اسبابه واتكلمت عن تأثيره مش بس على الحياة الزوجية، لا ده كمان على الاطفال وتربيتهم ونشأتهم. لما اجي اضع حلول بقى، اضع حلول ازاي؟ هو ابسط الحلول في موضوع النكد ده اني زي ما قال فضيله الشيخ، اني زي ما احنا بنسميها كده كل واحد يخليها عليه شويه. يعني الراجل دايما يحاول يتغاضى دايما عن ان الست مثلا ممكن تتعصب من مشكله تافهه، ممكن يبقى سبب تافه جدا ويعصبها، فبالتالي هي تتعصب تتنرفز. هرجع برضو للاستاذه رحاب، اتفضل. واحنا زي ما قلت ان الشريعه الاسلاميه ما سابتش حاجه ما اتكلمتش فيها، وخاصه في النكد ده، فلما اجي اضع نقاط كده كيف عالجت الشريعه الاسلاميه النكد برضو من الناحيه الدينيه، اقول ايه؟ اود نصايح ايه للستات في البيت؟ يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يعني زي ما شفنا فضيله الشيخ كان بيحكي ان هو كان ازاي بيحتوي الموقف، يعني ما كانش بيكبر الموضوع. يعني فعلا الحاجات دي لو حصلت في ايامنا دلوقتي بتلاقي ان هو لا انا مش طايق اعيش معاها انا، فيبتدي بقى ايه يدخل في موضوع طلاق، او تبتدي هي مثلا تلجا يعني من مثلا من اسلوبه او كده للخلع، برضو بتفكر في الطلاق. فالمفروض يعني ان يعني الراجل ان هو فعلا يحتوي، يعني بحسه ان هو اكبر يعني ايه الست فعلا هي مش عقلها صغير او حاجه، بس بتحب يعني كلمه كويسه، يعني الكلمه تكون طيبه، يكون فهو يحتويها بقى. تمام. يعني بمعنى ايه؟ يعني هو انا دلوقتي لما اجي احس ان في مشكله في البيت ايا كانت هي المشكله، يعني انت فاهمه انت دلوقتي ممكن حد من الابناء يسقط مثلا في الامتحان او يبقى فاشل في الدراسه، فمباشره الام هي اللي بتتحمل المسؤوليه، مش المفروض ان الحياه الزوجيه مشاركه، ولكن دلوقتي احنا شايفين بالعكس ما فيش مشاركه، هي يعني فرد واحد اللي بيتحمل المسؤوليه كليا. ومش هقول ان الستات بس اللي بتحمل المسؤوليه، لان انا بشوف حالات كتير جدا لا كمان ده الرجل كمان احيانا لوحده هو اللي بيتحمل المسؤوليه. بالظبط. فين اذن المشاركه سواء من ناحيه الرجل او من ناحيه الست؟ تعليقا كمان على كلام حضرتك، احنا بقى عندنا فكرة ان احنا بنرمي المشاكل لبعض. أيوة. يعني دايما لما بنتحط في خلع مثلا تلاقي دايما ان الست بترمي المشكلة على الراجل والراجل بيرمي المشكلة على الست، ومفيش حد فيهم متحمل المسؤولية كاملة. فبالتالي احنا ما بنبقاش عارفين، طب يعني اللي بيتظلم بقى في الموضوع ده زي ما قلنا في الاول الاطفال، وقبل ما يتظلم بقى في الخلع وفي مشاكل ما بعد الخلع بيتظلم في البيت، ان هو بيبقى قاعد لاقي الاب بيرمي على الام والام بترمي على الاب،
هو مش عارف. طب برضو انتوا شايفين ان يمكن من اسباب النكد ان ما فيش حديث ما بين الطرفين؟ يعني يمكن لو في حديث ومناقشه، يعني انا مش عاجباني في الزوج حاجه، فالمفروض ان انا اقعد معاه اقول له ايه اللي مش عاجبني. انت شايفين ممكن المناقشه يعني تجيب نتيجه؟ طبيعي، بس هو في طبيعي واثق انت يا دكتوره رحاب، مع اني اشك على فكره. لا اقول لحضرتك على حاجه، يعني احنا مؤخرا لو بصيتي حضرتك في العصر اللي احنا فيه هتلاقي ان احنا ما بقاش فعلا، يعني احنا كلنا مع بعض مش الزوج والزوجه بس، ما بقاش عندنا روح ان احنا نقعد مع بعض نتكلم نتناقش نسمع بعض. احنا حياتنا بقت عامله ازاي؟ على طول فيسبوك واتساب، بنروح البيت تعبانين. لا 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 خلينا بقى ايه ده الموضوع ده كبير جدا على فكره. لا هنتكلم فيه بقى بس بعد الاتصال اللي معايا. معايا الشيخ يوسف. الشيخ يوسف السلام. الشيخ يوسف وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، واهلا وسهلا بحضرتك يا فضيله الشيخ. الله يكرمك ويبارك فيك. ازاي حضرتك عامل ايه يا فندم؟ طبعا النهارده اولى حلقات برنامج انت ثروه. ويسعدني برضو ان حضرتك تبقى معايا زي ما كنت معايا دايما في هذا الدينونة، وده شرف لينا يا فندم. ربنا يبارك في حضرتك. يعني حضرتك إقامة علمية بنتعلم منها دايما. شيخ يوسف احنا بنتكلم النهاردة عن الست النكدية في الشريعة الإسلامية، في حاجة اسمها ست نكدية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. هو لا أقول يعني ست النكدية أو ما شابه ذلك، أو ما اشتهر على ألسنة الكثير من الناس في العامة خاصة في مصر ست النكدية أو ما شابه ذلك. لا، هو كما سمعت من بعض أطراف أحاديثكم يعني الاحتواء الاحتواء في بين الرجل والزوج، الرجل وامرأته أو الزوج والزوجة، كل يبعث يعني على راحة أخيه أو راحة الآخر الذي ننظر إليه، أو فيما يقال أن ينظر كل واحد منا إلى حق أخيه. لو نظر كل واحد منا إلى حق أخيه ما كانت هناك خصامات ولا خلافات ولا مقاضاة ولا ما شابه ذلك. الرجل ينظر أول ما ينظر أين حق المرأة فأفعله، أو حق زوجته، وكذلك الزوج ينظر إلى حق زوجها فتفعله، فكل يأخذ حقه بغير مساءلة وبغير أي خلاف فيما بينهم. يعني سبحان الله، لما جاء رجل يشكو من سوء خلق زوجته فجاء إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال له يا أمير المؤمنين امرأتي تفعل كذا وكذا وكذا. وقبل أن يدخل الدار في الأصل وجد صوت امرأته عاليا، يعني صوت امرأة عالي شوية، فخرج إليه قال سبحان الله جئت أشكو إليك ما تفعل زوجتي بي، فرأيت ذلك في بيت خليفة المؤمنين. أو طبعا كان الحاكم، وضوء الحاكم مش حد عادي يعني، واحد طبعا ده الريس ده بتاعهم. فتخيل بقى قال له إيه؟ قال يا هذا أليست طاهية لطعامي وغسالة لثيابي؟ فعدد أمورا هي تفعلها لحقها هي، يعني أصبر عليها وما شابه ذلك. فهذه يعني تجعل العشرة الجميلة فيما بين الزوج والزوجة، ما تفعلش أمور للنكدية وما شابه ذلك. احتوت يعني أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له حاضنة وكانت له أما وزوجة وأختا، وحتى يعني لما نزل عليه الوحي وهو يقشعر صلى الله عليه وسلم يعني حتى قال إني خفت على نفسي في آخر الأمر، فقالت رضي الله عنها وارضاها وهي يعني بتحتويه رضي الله عنها وارضاها قالت كلا لا يخزيك الله ابدا. الله. فهذا المثال المفروض الذي نفعله دائما وابدا، الاحتواء. الاحتواء طبعا، الاحتواء وان ينظر كل واحد منا الى حق اخيه. يعني طبعا. رحم الله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه خمس الخلفاء الراشدين، قال والله لو كان بيني وبين الناس شعره ما انقطع، ان شدوا رخيت وان رخوا شذت، يعني وسطا بين الامرين. لو وصلتها هي دايما بيقول لو بيني وبين الناس شعر لو وصلتها، فالوصل وان انا اشوف حق غيري هو ده المطلوب والاحتواء مطلوب. شكرا جزيلا شيخ يوسف، بعتذر لان الحلقه وشكت على الانتهاء، ولكن كنت سعيده باتصال حضرتك جدا. اشكرك جزيلا شيخ يوسف. الشيخ يوسف علي من علماء وزاره الاوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. احنا كنا بنتكلم عن السوشيال ميديا وان هي واخده يمكن اكثر مش اهتمامات الزوج والزوجه فقط بل والاولاد كمان، ومفيش قاعده. يمكن برضو انا دايما اقول ايجابيات كورونا، يمكن من ايجابيات كورونا ان لا جعلت فيه كده
قاعدة ما بين الأسرة وكل واحد أنا ما أعرفش هم قاعدين برضو لسه على مواقع التواصل الاجتماعي ولا في مناقشات في محاورات. هي بس عشان الوقت بقى كبير في البيت. يعني الأول كنا بنتحجج بأن احنا بنرجع من الشغل تعبانين فاللي هو بنقعد على السوشيال ميديا أكبر وقت، بنروح تعبانين عايزين ننام نفتح فيسبوك شوية واتساب شوية، إنما دلوقتي طبعا احنا كلنا قاعدين في البيت فبالتالي ما أظنش إن احنا عندنا حجة إن احنا ما عندناش وقت نقعد مع بعض، هو لازم هنقعد معاه. انت عارفه دايما زوج بيدور على النواقص اللي في زوجته، يعني ما بيشوفش بقى الحق الكوامل، لا ده انا بدور على النواقص، عارفه اللي هو زي ما بنقول بيدور مش عارفه على ايه بيتلكك. بيتلكك. يعني هي ممكن يبقى فيها كل حاجه حلوه بالظبط، ويجي عند حاجه كده بسيطه فبروح ادور عليها في حته ثانيه، فيقول لها هو انت ليه ما بتعمليش كذا زي فلانه مثلا. وطبعا دي بتعود علينا احنا كستات وعارفه ودايما والمراه كذلك، يعني انا مش عشان ما حدش يقول علينا ان احنا عنصريين لا وضد الرجل، هو طبيعي، ولكن انا شايفه في الحياه العصريه اللي احنا متواجدين فيها المراه هي اكثر تحملا. يمكن في مواقف كتير انا بحس ان المراه بجد ارجل بكتير من الرجاله. يعني انا بشوف كتير ما تزعلوش مني، طبعا مش هعمم، ولكن كتير بيبقى في اشباه رجال ونقولي ويمكن ذكور فقط، ما ينفعش تقال عليهم اكتر من كده، لان المراه بجد انا بشوفها الصبح بتروح الشغل، بتودي الولاد المدرسه، بتروح الشغل، بترجع تعمل الاكل، ومطلوب منها تذاكر، ومطلوب منها تشوف الدروس، ومطلوب منها حاجات كتير جدا، وفي الاخر تلاقي الزوج جاي يقول على زوجته النكديه. طب حضرتك ما تساعدها، طب حضرتك ما تشوف فين المشاركه اللي ما بين الاثنين. يعني ليه دايما احمل الحياه الاسريه والمسؤوليه على فرد واحد فقط بالزبط. مع ان الحياه خلقت يعني من اثنين، مش من بالظبط بالمشاركه، مش من فرد واحد. للاسف برضو حلقتي انتهت، ولكن عايزه اعرف برضو حلول كده سريعه، يعني واحد اثنين ثلاثه كده حلول سريعه. والله هي ابسط الحلول ان احنا نسمع بعض دايما، يعني زي ما بنسميها بالبلدي كده نطول بالنا على بعض، يبقى في مناقشه، يبقى في دايما نسمع لبعض اكتر ما نتكلم. تمام، هو مش بس اسمع واناقش واتغاضى واكبر دماغي، في حاجات كتيره، وبعتذر لكم جدا لان الموضوع كبير وللاسف الحلقه قصيره جدا، فان شاء الله نكمل موضوعنا في حلقات ثانيه. واشكرك دكتوره رحاب رمضان اخصائيه نفسيه، شكرا جزيلا لحضرتك نورتين النهارده في البرنامج، واستاذه رحاب علي المحاميه نورتين النهارده يا فندم، واشكركم مشاهدينا، وانتظرونا في حلقات اخرى، وانتي ثروه.